اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا ستات دوت كوم. طبعا عايزه اقول لكم ان احنا في برنامجنا بنتكلم عن المراه وعن الاسره. النهارده حلقتنا مميزه شويه، طبعا هنتكلم فيها عن دور المراه في المجتمع، وخصوصا لما تكون مغتربه عايشه في بلد تانية وحققت كيان وحققت كارير وبقى ليها دور في المجتمع، وخصوصا ان هي مش مصريه، هي سيده ليبيه وحققت كيان ليها كبير جدا كإعلامية وصحفية وكاتبة وكمان مرشحة لجائزة ليبيا في الإبداع. تعالوا نرحب مع بعض بضيفتي الجميلة المبدعة والصحفية والإعلامية الجميلة أمل الدليو من ليبيا، وهنتكلم معاها عن عادات وتقاليد الشعب الليبي ودور المرأة في ليبيا، وكمان هنعرف هناخد فكره عن الازياء او الزي الليبي بالنسبه للرجاله والسيدات، وهنعرف ايه اللي حققته في مصر من ساعه ما عاشت هنا بقى لها فتره كبيره جدا. وتعالوا معايا نرحب بيها ضيفتي الجميله امل الدليو. اهلا بيك يا استاذه امل. اهلا بيك، نورتينا ونورتي قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا، وطبعا منوره مصر ام الدنيا ومصر وليبيا طبعا، يعني طبعا اشقاء. انا في بلدي الثاني بين اهلي، وانت اختي يا جماعه، صاحبتي من زمان. هي عايزه تقول من بدري، بس احنا عشره من 12 سنه بس بقالنا كتير ما شفناش بعض. يعني الدنيا جدا، وشكرا على الاستضافه الجميله. انت نورتينا يا امل، وانا مبسوطه انك اني معك. مبسوطة أنا اللي موجودة. أنا مبسوطة إن أنت معانا والله النهاردة. ويعني بجد حلقة مميزة، و هنبدأ بقى مع بعض. إحنا مش هنسأل أسئلة مباشرة يعني، بس أنا عايزة أتكلم بقى عن دور المرأة. كلميني عن المرأة الليبية شوية. المرأة الليبية شوفي، هي المرأة عامة في أي مجتمع أو أي مكان، وين ما تحطيها، إحنا عندنا نقول وين ما تحطيها تلقيها. يعني في أي مكان تتساب تقف. سبحان الله، قوية. وهذا من عند الله طبعا، بالإرادة والتصميم. فدايما تلاقي المرأة عايزة تسند أهلها وتسند جوزها، عايزة تبني لنفسها كيان حتى ولو هي ما عندهاش حاجة. في ناس ما الوضع بتاعهم ما خلاهمش يكملوا مثلا دراسة أو بس تلاقي يعني خاطرها تعمل شيء، أو نفسها تعمل حاجة، أو تعمل لنفسها أي هدف. فدايما تلاقي الست تحاول. فانا دايما بشجع الستات في اي مكان ان هي تبدا بابسط ابسط ابسط ليه الاشياء. عندها استعداد، ابسط الاشياء اللي عندها تحاول تنمي اي شيء موجود عندها وتبدا فيه، هتحصل عندها نقله. طبعا كله بالاراده والتصميم ومن عند الله سبحانه، بتوفيق ربي. فسبحان الله هيحصل نقله من الى. فهي الست في كل مكان قوية وفعالة بالتصميم والإرادة، ولازم تكون. يعني الست ليها دور جامد جدا في المجتمع. طبعا الست هي المجتمع، أساس المجتمع أصلا. احنا مش عايزين نقول كده عشان ما يقولوش ان احنا متحيزين. طيب أستاذة أمل، عايزين نتكلم عن كل اللي انت حققتيه في مصر من ساعة ما جيتي مصر. والله هو شوفي، انا اولا انا مصر مش غريبه عليا، اهلي وفي وسط ناسي، ولقيت منهم كل الترحاب والدعم. يعني انا الحمد لله انا ليا كيان في مصر، بس بلدي لسه ما حدش يعرفني سبحان الله. فانا مش غريبه هنا. ما هي مصر بلدي برضه. ما انا بقول لك انا مش غريبه، دي بلدي. فانا لما تقولي مصر خلاص، يا مصر يا بقى امل، ليبيا هي امل. انا حامله الاثنين، وهذا شرف لي وتاج على الراس. فأنا والله زي ما حضرتك تعرفي يعني لي فترة هنا، بس ما كنتش مفكرة في موضوع الشغل أو كذا. بس لغاية وقت معين قلت لا، لازم يكون عندي هدف. إيه الحاجة القوية عندي ننميها. صح. فالحمد لله أنا بيقولوا إن أنا شاطرة في المطبخ. لا دي انا عارفه، دي انا عارفاها ان انت شاطره في المطبخ جدا، وكانت عامله صفحه على الفيسبوك وستيل لسه موجوده لحد دلوقتي. بتعمل اكل حلو قوي، اكل ليبي واكل مصري كمان، مش ليبيا بس يعني. فدي انا واثقه فيها حبيبتي، تسلمي.
فحاولت وبعدين شفت ان الثقافه الليبيه بتاعنا، طبعا ثقافه اي بلد تبتدي من الاكل والزي ولا الموروث الفني الشعبي، لقيتها شويه مش مسلط عليه الضوء. يعني لما بروح لاي فندق او بروح لاي مكان مش بلاقي، بلاقي مطاعم كتير بس مش بلاقي المطعم الليبي، مع ان المطعم الليبي غني جدا جدا. يعني فست يعني انا عارف ان هو المطبخ الليبي مشهور بالمبكبكه والكسكسي، بس هو الكسكسي يعني احنا مشتركين معاكم فيه لان احنا شويه يعني احنا بنحبه برضه شويه، بس انتوا تحبوه بسكر مسكر اكتر. ايوه بس في هنا بعض العائلات بيعملوا بصوص كده شبيه بس مش يعني في فرق، في اختلاف شويه. فجيت قعدت مع نفسي قلت ليش ما اركزش على الموضوع هذا؟ يعني ليش انا ما اطلعش، انا ليبيه ومقيمه في مصر، ليش انا ما انهضش بالمطبخ الليبي؟ مع ان في سيدات كتير ما شاء الله، يعني في عندنا سيدات بيطلعوا على قنوات معروفه يعني وبيطبخوا الاكل بتاعنا، بس برضو يعني من دخلت من ناحيه ثانيه. هو الاصل انا طلعت على سن اوضح بس يعني شويه الاكلات الخصوصيه في المطبخ الليبي بس من الى حصت يعني من نقلنا من المطبخ لقيت نفسي الصحافه والاعلام. الصحافه ليه ما تجيش عندنا وتتكلمي على على الشعب الليبي وعلى الليبي عامه؟ يعني اكل ولبس وثقافه تفكير طريقه حياه نمط. يعني نعرف الناس عادات وتقاليد الشعب الليبي. أيوة. والمراسم بتاعتهم والزي بتاعهم الرسمي. ايوه فرحبت بالفكره وفرحت والحمد لله كله بتوفيق من عند ربي ونعم بالله وايادي الاساتذه اللي انا اعتبر نفسي، طبعا مش اعتبر نفسي، انا اصلا محظوظه لا اللهم لك الحمد. فانا اعتبر نفسي ان انا ما تعبتش، انا جيت على طول رحبوا بيا، عشان كده بقول لك انا مصر مش غريبه فيها، رحبوا بيا وكانوا مبسوطين جدا بطريقه شغلي وبالشغف اللي عندي. لما يقولوا لي اكيد عندك يعني اكيد عندك موهبه داخليه واستعدادات داخليه اللي خليتك ان انت توصلي للي انت فيه دلوقتي. ما هو ده كله نرجع عشان نقول الست لازم تدور على يبقى عندها اراده. ايوه تدور على الحاجات الايجابيات الداخليه عندها تنميه. بالظبط. فانا مع التنميه ومع التدبير المنزلي ومع السيده مهما كانت عندها اولاد او عندها شغل لازم يكون لها جانب خاص لوحدها، سواء ان هي سيده منزل او عامله او امراه عامله، لازم يبقى ليها دور وليها شخصيه. طبعا طبعا لازم تبني نفسها، لازم يعني ما تبقاش قاعده في البيت كده. لا لازم تكون هتفرق معاها كتير، تحس نفسها كده سبحان الله، تحس نفسك بتدي طاقة إيجابية. طبعا صح؟ ده حلو احنا كده. طيب أمل، عايزين يعني تكلمينا شوية عن الشعب الليبي، عاداته وتقاليده. والله بص الشعب الليبي عايزين نعرف هو في شبه من الشعب المصري ولا لا؟ في يعني في الجدعنة وفي الطيبة وفي الكرم. هذا صفات مشتركة في معظم العرب، حرام عشان ما نظلمش. يعني الحمد لله ربي إن شاء الله دايما يوقفنا. بس عايزة أقول لك إن يعني إحنا معظم الشعب المصري عندنا متجوز من الشعب الليبي. ما ده من زمن. ما إحنا نسايب. إحنا نسايب من زمان. شفتي هذه النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها، يعني إحنا جيران اول شيء. خلان ولا جيران؟ جيران ونسايب. جيران ونسايب وخلان كمان. طبعا. فلما جيت هنا ليش انا مش عارفين علينا حاجه؟ احنا نعرف عليكم كل حاجه من التلفزيون. صح. بس ليش انتم ما تعرفوا شيء على ليبيا؟ او مش الكل طبعا، مع احترامي للجميع. اكيد. بس في يعني نسبه في كبيرة. في ناس ما عندهاش فكره، يعني ممكن يكون في ناس كتير ما يعرفوش. في ناس تاكل حاجه لما تندهش تقول لها ده ليبي، تقول لك ايه؟ مستغربين. نفتكر. هو ده السبب اللي انا طلعت بيه دلوقتي. والحمد لله وان شاء الله ربنا يوفقني واكون عملت حتى شرطه في. لا اكيد يعني اكيد يعني يعني لما بتيجي تتكلمي عن الشعب الليبي او الشعب المصري فدي حاجه كويسه. وان انت حققتي ذاتك في حاجه يعني انت حباها طبعا. وانا عايزه بقى اتكلم عن يعني اتكلم شويه عن الزي الليبي.
سيدي الجميل. الجميل ده احنا بنحبه جدا, راقي. احنا معانا صور لو ممكن نعرضها, بس رنا تعرضها لنا نشوفها مع بعض, وامل تعلق لنا عليها. الزي الليبي ليه برضو طابع خاص, خصوصيه يعني خصوصيه. معلش يعني ممكن يقولوا لا متحيزه, بس احنا نعتبر من ارقى يعني الازياء. لا لسه. من ارقى الازياء الشعبيه او التراثيه زي الليبي, لان احنا الزي بتاعنا فخم. احنا معانا دلوقتي لا يعني نعدي الصوره دي, نعرض صورة. ايوه هو ده. ده الزي الليبي للسيدات. عندنا طبعا اكثر من لبسها, دي البدله الصغيره لترابلس اللي تلبسها الست المتجوزه. وهذا اللي هو الذهب اللي انت شايفاه هذا من فوق لتحت. ان شاء الله يوم ثاني نلبسه الكشري. هذه البدله الكبيره, هذه طبعا اللي تشوفي فيه هذا كله مشغول باليد. هاند ميد. طبعا. وفضه والحاجات يعني حرير وفضه. ده فضه وذهب؟ لا مش ذهب, لا بس الحولي اللي هو الغطاء هذا على الراس. الحولي اللي هو جاي من كلمه لحاف. فهذا مخدوم باليد بالفضه والحرير, فيعني شيء قيم. والثاني هذا اللي هو الذهب. الذهب العربي. طبعا طرابلس عندنا اكثر من لبسه. وهذا الشرق. طب امل بدون ما اقطعت كلامك, طرابلس غير بني غازي؟ طبعا احنا الغرب وهم يعني حدود مصر. الشرق, بس هم عندهم عادات وتقاليد. شوفي احنا كل بيت في ليبيا عنده عادات وتقاليد تختلف على الاخرين, سبحان الله. يعني تلاقي نفس العيله البنت جابت عادات تقاليد اهل جوزها. والبنت الثانيه جابت عادات وتقاليد. يعني الله. بيبقى في اختلاف. طبعا. واحنا عندنا تشبث بالعادات والتقاليد يعني لغايه. يعني بصي الناس كلها عماله تقول فعلا فعلا اهل كرم. الحمد لله. شكرا. طيب احنا معانا كمان الزي الرجالي. اي هذا الحولي. الحولي اللي هي العبايه. يعني زي هي جايه من اللحاف, يعني حاجه اللي بتلحف فيها تحتها البدله العربيه او الفرمله. وهذه الطاقيه, احنا نقولوا طاقيه في طرابلس, في بنغازي يقولوا الشنه. وده زي نسيب الخير اخوي حمادي. طبعا اخوي حمادي عنده محل هنا ما شاء الله, ويشتغل في الشغل زي الرجالي. مش دعايه بس لازم ادي حقه. طب يشتغل في الشغل زي الليبي. انسان جدا خلوق ومجتهد على الاخر يعني. وواحد من الناس اللي مهتم بالتراث الليبي. وما شاء الله يعني بنى نفسه وطلع وعمل لنفسه كيان هنا, وابتدى رقم واحد. ان شاء الله نشوفه ديما في العالي. هذا اللي هي الزبون الليبي. جاكا والفرمله طبعا تكون كامله من غير, وسوريا عربيه بس تكون نص. الجاكا دي الجاكيت اللي هي جاكيت. الجاكيت. بليزر. لا اللي هي بليزر اللي هي اللي تحت. الجاكيت. اوكي. اللي هي الفرمله. طيب وده زي تاني برضه. هذه الفرمله وهذا اخوي عصام نمسي عليه بالخير. فرمله رجاليه وهذه بدله عربيه. شوفي اللبسه هذه يعني دي تبع بقى طرابلس ولا بني غازي؟ الاثنين. الاثنين يعني اللبس الرجالي ما بيفرقش. الرجالي لا مشترك بس. يفرق في الطاقيه. في الطاقيه. احنا طرابلس الطاقيه بتاعنا سوداء بالبسكل. بس بنغازي حمراء. حمراء او عن نبيتي يعني. ده الفرق. بس يعني في شويه تفاصيل. بس طبعا عندنا الجنوب, عندنا الشمال, عندنا طبعا ما شاء الله الازياء. يعني الازياء مختلفه في ليبيا. بس انا جبت انا اسفه مع احترامي لكل مناطق ليبيا وزيها, يعني جبت اللي موجود عندي بس. ان شاء الله يكون عندي وقت ونلبس كل نشوف اللبس التاني. لا نلبس ونتصور بكل الزي الليبي عشان اتكلم عليه واخرج بيه لاني اتشرف. طبعا الشرف لينا. اكيد. طيب انا جالي خبر كده ان انت جات لك دعوه مرشحه لجائزه ليبيا في الابداع. طبعا هو لسه الله. الخبر جديد يعني احنا اللي لسه بنصرح بيه دلوقتي لان هي ما زعتهوش في اي حته تانية. ان انت مرشحه لجائزه ليبيا في الابداع. فنتكلم بقى. يا رب تكون كده. يعني اتبعت اتقال لك ايه الرساله اللي جات لك؟ هي جايزه ما شاء الله قائمه يعني. وقايدينها ناس رواد وناس اعلاميين
كبار في ليبيا، سيادة المستشار وكذا، في ليبيا. وما شاء الله يعني عندنا، أنا كل يوم بدخل للصفحة بتاعت الجائزة مبهورة بالكم بتاع الستات ما شاء الله وأشغالهم، ما شاء الله. يعني هم الإبداع في كل المجالات، أكيد. في الأكل، الجائزة هذه في الأكل، في التصوير، في الإخراج، في التلحين، في الغنى، في العزف، في حتى في اللفان، في الديكور، في الحاجات هذه كلها. فوالله نرفع لهم القبعة بصراحة، وموفقين جميعا. وأنا لو خديتها ولو ما خديتهاش بالعكس نفرح للجميع. والحمد لله كفاياني أن أنا أطلع في بلد غير بلدي وأتكلم باسم بلدي، هذه أعظم جائزة. بس أنا أتمنى أن تكون عندي جائزة من ليبيا، أتمنى طبعا. إن شاء الله تغديها ونطلع مع بعض برضو نتكلم عنها. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. عايز أعرف بقى، يعني أنا مش هقول أن أنت في غربة، بس أنا هقول أنت شايفة أن دور المرأة في مجتمعها تقدر تحقق اللي هي بتحققه في أي مجتمع تاني ممكن تعيش فيه؟ هو كله داخل المرأة، لو عندها تصميم هتعمل أي حاجة ولو في مكانها. يعني أنت هل، يعني قصدي أن أنت هل لقيتي صعوبة أن أنت تحققي يعني أو تعملي لنفسك مستقبل وكيان في مجتمع تاني غير مجتمعك، ولا ما لقيتيش؟ لا، أنا لقيت أيدي ساعدتني الحمد لله. يعني في ايادي كتير اتقدمت لك الحمد لله طبعا. نشكر صديقتي الاستاذه عفاف الفرجاني، هي اول من دعمني، وهي اول من دفع بي الى الامام، لاني انا ما نعرف حد يعني في غير شيري اختي طبعا. بقى لي فتره ما شفتكيش. شرفني طبعا. فكلمتها قلت لها ايش رايك عايزه اخرج، لان كثير يقولوا لي ليه ما تطلعيش في الاعلام؟ طب اطلعي اطلعي. فقلت لها ايش رايك استاذ عفاف؟ قالت لي طيب حلو، انا اشوف لك كده واطلعي. فكانت هي اول ايد تمدت لي ودعمتني في مصر. وطلعت مع، كان لي شرف اني طلعت مع الاستاذ الاعلامي المتميز الخالق هاني الفرماوي، وجه له احلى تحيه، صديقي اخوي. طلعت معاه في حلقتين وتكلمنا على اول حلقه اللي هو طبخت انا على الهواء، وتكلمنا على الاكل وجبنا شويه صور للاكل. والحلقه الثانيه تكلمنا على المراه الليبيه ودورها في، مش في الغربه، انا ما بحسش نفسي غربه، احنا بنقول في بلدك الثانيه يعني. ايوه، كيف يعني تفكري وتبني نفسك مستقبل وتحققي ذاتك وكذا. بعدها بفضل من الله وبتوفيقه الحمد لله، دعي الوالدين برضو ربنا يخليهم لك. لقيت صدى عند الصحافة المصرية، عند أستاذي الكبير أستاذ جمال بدراوي، نقدم له أحلى تحية ونقعد طول العمر نشكر فيه، ما نقدرش نوفي له حقه. هو اللي دعمني وهو اللي تبناني. ولا عندك الموهبة أن أيوة. أنت تبقي كاتبة، يعني أن أنت تكتبي. قال لي ليه اللي أنت، هم عملوا لي لقاء وقعدنا، قالوا لي مش عايزين نعمل روتين شغل، هو عايزين احنا عايزين لقاء. نتكلم يعني، عايزين نطلع اللي عندك ايه بالظبط. شطاره منهم برضه طبعا، ما طبعا. فانا بقى قعدت بشكر وهلل، طبعا واحده بتتكلم على امها، انا بتكلم طبعًا على ليبيا امي، صح. فانا بتكلم على ليبيا وتراثنا واكلنا ولبسنا وليه ما عندناش وليه. قعدت بسالهم حضرتك بتعرف عمرك رحت مطبخ ليبي؟ يقول لي لا. طب عمرك فكرت تروح تاكل اكل ليبي؟ يقول لي لا. طيب ليش؟ ليه كده؟ فقال لي طب ايه رايك انت تخلي الناس تفكر في الموضوع ده، تتكلم عن، يعني تعرف التراث الليبي وتعرف الاكل الليبي يعني تعرف الاكلات ايه، الطباع حتى. ايوه. فقلت له يعني بصراحه يعني موضوع كبير علي، يعني ان انا اطلع اتكلم باسم بلد. طب ايوه، بس في الاول كان موضوع صعب شويه وما كانتش الفكره دارجه. هو اللي نماها فيا، الله يمسيه بالخير ويحفظه، نماها فيا. والاستاذه صابرين متولي برضو نوجه لها احلى تحيه، كانت حتى هي داعمه ليا. وطبعا نشرت في اكثر من جريده قوميه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. بنزل في الجمهوريه وفي المسا في الشروق، غير كتاباتي في تحية مصر، لأني طبعا انضميت لتحية مصر ما شاء الله. نشكرهم، نشكر أستاذ عمرو، ونشكر كل اللي ساندوني حتى ولو بكلمة. صح
صح. فهذو كلهم ليهم فضل علي. ما هي احنا قلنا ده بيتك الثاني يعني بلدك الثانيه. اكيد طبعا. طيب انا عايزه اتكلم عن التراث الليبي، يعني انت يعني كلمتي بقى مع الناس وقلت لهم انتوا ما تعرفوش حاجه عن التراث الليبي طب انا عايزه اعرف ايه التراث الليبي؟ ما هو هو كله هو هو غير بقى الزي يعني هو التراث هو كله موروث الزي بالاكل بالفن الشعبي بالعادات والتقاليد. يعني احنا عندنا عادات وتقاليد حتى في الجلسه بتاعت الست ليها ليها ايه بقى؟ يعني عند يعني احنا مثلا عندنا انت عارفه مش لازم احكي بس لازم لازم نحكي للساده المشاهدين طبعا لازم يعني يعني عندنا عادات متشبتين فيها حتى لما خرجنا برا حفظنا عليها اكثر وهذه احلى شيء فينا اتمسكتوا بيها اكثر طبعا ومش انا بس كل الموجودين في كل مكان في العالم ما شاء الله. انا على الفيسبوك قاعده اتفرج على شباب بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا شاب في كندا بسم الله ما شاء الله دكتور ما شاء الله ناجح في دراسته وفتح مشروع شغل اللي هو طالع بالأكل الليبي برضو ينشر في الثقافة الليبية بتاعنا. عندنا سيدات برا حتى هم يعملوا في فيديوهات ويلبسوا في الزي بتاعنا استاذة هديل إن شاء الله بس ما نكونش لخبطت في الاسم تسامحني، حتى هي في كندا تقريبا تنزل في فيديوهات وتنشر فيهم وتدير في الأكل الليبي وتتكلم في اللغتين ما شاء الله يعني عشان اللغة حتى لا تتكلم بالليبي وبال بالانجلش يعني تعمل في فيديوهات عشان تنتشر اكثر. فيعني احنا في كل انحاء العالم ما شاء الله الليبيين منتشرين والمطاعم ما شاء الله في كل مكان. بس انا اخترت مصر لاني اول شيء تحت لي الفرصه وسبحان الله من عند ربي اني موجوده فيها. غير هيك مصر ام الدنيا حاضنه كل الشعوب طبعا، يعني كل الالوان موجوده فيها الا اللون الليبي مظلوم شوي ولسه مظلوم ويا رب كده يعني ان شاء الله يعني هنعرفه وهنعرف التراث بتاعه وثقافته وعاداته وتقاليده. لو امل قالت كلمت معانا عن التراث والثقافه الليبيه فكمان هنلاقي ناس كتير بتتكلم وهينتشر الوعي الليبي وهنعرفه والاكل الليبي بالذات. انا معتزه بيه قوي. طب احنا هناخد اتصال ونرجع نكمل كلامنا. استاذ احمد الو. الو ايوه حضرتك استاذ احمد ده ممكن حضرتك بس حضرتك تعلي صوتك شويه. مسموح حضرتك اتفضل. الو ايوه اتفضل. الو ايوه استاذ احمد صوتك بيقطع. شكرا، حاول تتصل بينا تاني يا استاذ احمد. اشكرك على اتصالك. نتكلم في ايه بقى تاني؟ يعني ممكن نتكلم عن دلوقتي الامن في ليبيا، الوضع الامني في ليبيا. الناس بتسافر عادي وبتروح وتيجي لاني انا كان في فتره كان فيها حرب والبلد كانت مقفوله بس دلوقتي الحمد لله بخير. فدلوقتي يعني خلاص الناس بتسافر عادي وبتروح عادي. الوضع في البلد عموما الوضع يعني كويس. واحنا من شويه مش كنا بنتفق هروح انا وانتي طرابلس في شهر 10 على الهوا. الحمد لله ليبيا ديما بخير. يعني الامن خلاص بقى مستقر والبلد بقت مستقره، ما بقاش فيه القلق بتاع زمان. ان شاء الله اكيد طبعا ربي ان شاء الله يلطف بالعرب كلهم يا رب يا رب ويعم الامن والامان على بلادي وعلى ويدوم الامن على مصر وعلى كل الشعوب. انا 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 بحب فيكي قوي ان انت بتحبي مصر. يعني انت طبعا يعني انا دايما انا بتقابل مع ناس كتير. انت عارفه انا بحب مصر. يعني انا بتقابل مع ناس كتير من ليبيا ومن من المغرب ومن تونس ومن بس دايما بحس ان في حب كده يعني بيبقى من جوه. يعني لما تيجي تتكلمي عن مصر بيبقى في حب. لما نيجي نتكلم مثلا عندي ناس صحابي مغاربه وناس تونسيين بس بحس ان الكلام مش طالع من القلب قوي مش عارفه ليه. بس ليبيا فعلا شعبها بيحب الشعب المصري جدا واحنا زي ما قلنا في الاول خالص احنا متجوزين منهم وهم متجوزين مننا وخلان يعني مصر عيله حضنتنا. انا بالنسبه لي مصر حضنتني واعطتني فرصه. يعني انا بالنسبه لي لو يرجع بي الزمن 12 سنه وانا في ليبيا انا عمري ما كنت افكر في اللي انا وصلت له بفضل ربي الحمد لله. يعني انا درست القانون دلوقتي انا عندي كيان وفي اسم موجود في الغربه ونحفر اسمه امل ادلي واعوذ بالله من كلمه انا بس لازم اقول يعني الكلام ده عشان غيري يعني انت تعبتي عشان عملتي الاسم ده عشان غيري ما يقولش لا انا مستحيل اوصل لا
توصل. أنا درست القانون بس أنا دلوقتي في حاجة تانية غير اللي أنا درسته. في غربة. هي مش الغربة إن أنا مش بين ناسي وأهلي، لا، الغربة إن أنا مش في وطني في الآخر، أنا غريبة يعني. أنا بتعامل معاملة يعني أجنبية. يعني بالظبط. بس إن أنا إن أجنبي ياخد الخط ده ويكمل فيه، فضل ربنا وفضل الناس المحترمة اللي وقفت معايا، هذا بصراحة يعتبر أنا بشوف إنه حاجة كويسة. وأتمنى إن كل بنت، أنا أتمنى إن كل ست في مجتمع غريب عن مجتمعها بجد تحقق كل اللي نفسها فيه. وده طبعا أنا مش عايزة أقول إن أمل مثال عظيم جدا لأي ست سواء في بلدها أو برا بلدها. شكرا. إن هي ممكن تحقق أي حاجة طالما عندها إرادة وشخصية وعندها دافع ان هي تبقى حاجه في مجتمعها او في مجتمع تاني. هناخد اتصال ونرجع نكمل كلام. استاذ فوزي، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ فوزي؟ انا بحيي الاستاذه امل وبقول لها اهلا بيك في بلدك الثاني مصر. يا رب يخليك. ربنا يخليك يا رب. هي معايا، عايز اكلمها يا فندم. هي معاك، هي معاك. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا على الكلام. مدام استاذ امل، يعني احنا نفسنا، انت اولا في بلدك الثاني مصر اكيد. وانا فوزي الفي من القبائل العربيه في داخل مصر هنا من اسكندريه. اهلا وسهلا، تشرفت مرحبتين فوق الراس. الله يخليك يا فندم. نفسنا استاذ امل في مسلسل ليبي، يعني يمثل التراث الليبي، تمام، ويعرفنا التراث الليبي احنا عارفينه، بس يعرف الناس اللي مش عارفه ليبيا طريقه التعامل بتاعهم، طريقه عاداتهم تقاليدهم، الوعي الثقافي بتاعهم، يعني زي ما بنعمله احنا مذاكر مسلسلات هنا في مصر. صح. نفسنا المسلسل الليبي ضخم كده، يعني هم عاملين حاليا مسلسل شبه الحريه ومسلسل كويس بس كوميدي، احنا عايزين مسلسل يوضح مسلسل يتكلم عن التراث الليبي والثقافه الليبيه واللبس والوعي. تمام. شكرا. هو صح فعلا، هما لا احنا لازم يعني لازم تعملوا كده يعني فعلا. هو في ما شاء الله في حاجات كتير. اشكرك استاذ فوزي على الاتصال. شكرا شكرا جزيلا على اتصالك وشكرا على كلامك. يعني بصي امل، يعني ان شاء الله مواكب. يعني احنا يعني بقول لك بس يعني في ناس عندها وعي هي وعارفه ان في ليبيا وفي الشعب الليبي. بقول لك مش مع احترامي للقله. يعني بس ما هي القله في ايه؟ لان مثلا احنا يعني مثلا في مصر احنا بنعمل مسلسلات طبعا دينيه ومسلسلات بتتكلم عن الفراعنه، زي ما بنتكلم يعني بنتكلم عن التراث بتاعنا. بس طول عندنا الوقت. احنا عندنا مسلسل شهير دلوقتي بيتعرض على احدى القنوات، واتعمل جزئين منه اللي هو في اللي هو تفاصيل طرابلس القديمه العتيقه، تفاصيل الزي الليبي على اصوله من زمان. يعني دلوقتي اتعمل منه جزئين ومسلسل ناجح جدا اسمه زنقة الريح. وجه لهم تحيه. زنقة الريح هذه زنقة الريح شارع موجود في شارع طرابلس العتيقه او المدينه القديمه. المدينه القديمه، ايوه، طرابلس القديمه. ايوه، فيتحكي قصص جداتنا زمان. جداتنا زمان يعني. ايام الاستعمار وايام كيف كانت يعني الست، وكيف الحشمه، وكيف الواجب، وكيف الوديده. الوديده يعني ازاي اودك واجيب لك ودوده الحاجة. ايوه، ودود. ومعامله الناس مع بعض، وازاي الثقه والامانه والطيبه. ايوه، والطيبه يعني الحاجات هذه فقدناها للاسف مجتمعاتنا العربيه كلهم. صح. فهم ردوا بينا لحاجات احنا انا بالنسبه لي ما عشرتهاش، بس حاجات كنت بسمع بيها من ميمة الله يرحمها، حاجه ربيع شراده الله يرحمها، كانت دايما ميمة دي ميمة يعني امي الجده جدتي يعني. ايوه جدتي. يعني لا انت تقول ما انا بحاول القط اي حاجه. فكانت بتحكي لنا على الحاجات هذه، على الجيران والناس واللبس، ازاي كانت الست ما تلبسش لبس عادي من الصبح، عندها لبسه يعني دلوقتي انا لما اشوفها لبست تروح بها فرح. يعني الحول يكون حرير بالحزام بالتخليل. كان ليهم طقوس في اللبس طبعاً. يعني كان الصبح ليهم لبس معين، الظهر بالليل طبعا. النانا لها لبس معين، النانا اللي انتوا تقولوا مثلا الهانم زمان، النانا لها لبس معين ونمط معين حياتي. يعني العاديه لها
لبس عادي. الست اللي بتشتغل اللي هي تبقى انت عارفه زمان ما كانش الظروف زي الان يعني، صح صح. كانت شويه الدنيا صعبه. فكل طبقه وليها اكيد يعني لبسها اكيد ليها زيها. لبس وليها عاداتها وليها تقاليدها، بس ما فيش حد يلبس لبس عادي كان زمان لبسهم، وحتى الرجاله ما كانش يعني من زمان وهم بيلبسوا اللبس ده يعني احنا نقول فرنجي، ما حدش يلبس اللبس دلوقتي بنطلون وكده، ده اللي فرنجي. لا زمان ليه. فهذا المسلسل ننصحك استاذي الكريم انك انت تشوفه، مسلسل جدا رائع صراحه، قمه اسمه في الابداع. اسمه زنقه الريح. زنقة الريح. أيوة. وتعمل منه جزئين عن طرابلس. يتكلم على طرابلس العتيقة زمان، وفي أكثر من مسلسل فيه، بس التانيين يتكلموا أكثر على الـ الاستعمار شوية بس هذا واخد جانب جميل جدا. وبصراحة يعني أنا لما أقعد أتفرج عليه بشوف الإعادة عارف ببقى ملهوفة طبعا، يعني حاجات انتماء وفي حب للبلد برضه، حاجات اجهلها، حاجات ما اعرفهاش، حاجات انا لسه بيبقى عندك فضول ان انت تعرفيها. ايوه سمعت عليها بس تخيل بس ما شفتهاش، تخيلتها بس ما شفتهاش. قصه اتحكت لي وانا صغيره اشوفها في واقع قدامي، وما شاء الله يعني الممثلين كانوا قمه في الابداع واخراج. يعني انت مع استاذ فوزي ان لازم الاعلام يبقى ليه دور ان هو يوثق او يوصل الرساله لكل طبعًا. الشعوب. بس في اعلاميين كتير ما شاء الله يعني احنا عندنا الفنانه خديجه صبري نوجه لها تحية، هي برضو لها رسالة كبيرة وطالعة باسم ليبيا، وعلى فكرة هي تكون خالتي، هذه أول مرة ممكن حد يعرفها. ف طالعة يعني من زمان مش دلوقتي، من عمري كان يعني عندها حتى أعمال مشتركة يعني مصرية ليبية. أوكي يعني أنا معاكي إن هي ممكن تكون هي بتوثق الرسالة الليبية أو بتدعمها في مصر أو في أي دولة تانية، بس برضو في تقصير، في تقصير من الجانب هذا اللي قال عليه الأستاذ الكريم، من الجانب الإعلامي إن إحنا يعني إحنا كشعب مصر عايزين نعرف كل حاجة عن الشعب الليبي، فلازم يبقى الاعلام الليبي ليه دور ان هو يوصل لنا الرساله دي او يوصلها لكل الشعوب مش لمصر بس. بنحاول ان شاء الله خير يعني، لازم يا رب ان شاء الله. في برامج بس لا ما شاء الله، بس دلوقتي القنوات الليبيه الجديده اللي فتحت عندها خط جديد غير يعني عندنا قنوات كثيره، ما ينفعش اقول الاسم العادي، عندنا قنوات طبعا يعني. عندنا قنوات كثير بتتكلم على اللي حضرتك تتكلمي عليها هذا واللي طلبه الاستاذ الكريم، ففي الحمد لله يعني في حتى برامج موثقة وحاجاتك يعني يجيبوا فيها. طيب احنا معانا مكالمة هناخدها ونكمل كلامنا. استاذة دوابة. دوابة من اسوان. دوابة من اسوان. ايوه. اولا انا بشيد وبشكر السيد الرئيس الاب والقائد اللي مشرفنا قدام العرب ومشرفنا قدام العالم. واجب على كل وطني محب بلده ان يشكر الراعي العظيم اللي حمى ليبيا وحمى والشعب. يعني كل طبعتي يدنا وامرنا احنا. انا بشكره من العالم بدا يخليه ويبخ، وبشكر كل ست بتنشر الايجابيه، كل ست لها دور فعال ايجابي في المجتمع بشكرها، وكل ست في مجتمع عربي او غير عربي حريص ان هي قالها دور ايجابي بشكرها، وبتبعد عن نشر الشائعات والاكاذيب لغرض الشهره لان الاموال استاذه دوابه. انا بشكرك طبعا جدا 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 على اتصالك، وكلنا بنشكرك طبعا على كلامك الجميل ده ومتابعتك لبرنامجنا، وللاسف بس هو الخط قطع لان الشبكه مش مظبوطه، حاولي تكلمينا تاني. انا بشكرها على اتصالها يعني ان هي طبعا برضو يعني بشكر سياده الرئيس السيسي ده كلام احنا مزبوط. كلنا بنشكره طبعا. انا بشكر مصر يعني مصر شعبا وحكومه طبعا، فهي مصر طبعا مصر ام الدنيا طبعا ام الدنيا وامي انا كمان ومصر وليبيا يعني شعب واحد طبعا واحنا واخوات شعب واحد ويا رب. بس هي قالت كذا جمله حلوه، قالت المراه اللي تبعد عن الشائعات وعن المشاكل وعن ان هي بتحقق وهي ايجابيه وبيبقى ليها دور في مجتمعها كل حد يعني فعلا انا بشجع كل مراه يبقى ليها دور في بيتها طبعاً. في مجتمعها في
في كيانها كست بتحقق كل اللي هي عايزاه، انا بشجعها جدا جدا طبعا جدا. استاذه شيري كانت من اول الناس اللي شجعوني. خلينا نرجع كده ماضي شويه. لا انا ما انا لا. لا انا كنت لما كنا صغار كده يعني لما كنا صغار انا كنت هي كان عندها مواهب كتيره بصراحه، يعني مواهب انا كنت في الاكل بعد بنشر بتكتب حاجات حلوه والله بجد حقيقي. فكنت دايما اقول لها طب انت ليه يعني ليه كده حاولي واعملي وبتاع، وهي كمان زي القمر يعني. شفتي بعدين او شوف الزمان من قال اهو اجي معاكي في الحلقه يعني سبحان انت الله. كنت بتقولي لي اعملي واطلعي. والله انا ما اعرفش والله العظيم خالص. انها صدفه بس احلى صدفه احلى صدفه. يعني انا عايزاكي تقولي يعني ايه كلمه كده لكل ست في اي مجتمع في اي حاجه. اقول لها نمي نفسك، كوني مبدعه ان شاء الله بينك وبين نفسك، مش ضروري تنشري الابداع بتاعك. ما تخافيش من حاجه، ما تقوليش لا ممكن يقولوا لا، لا استمري حتى ولو كانت الحاجه مش قد كده هتبقى يعني مع تبدا الاستمرار. صغير هتكبر وتحاول والاراده ولو يعني انا طلعت بصوره انا طلعت بصوره يا جماعه انا بقول كده مش بشكر نفسي انا بحفز لان كتير الحمد لله وبفضل ربي يا رب اكون سبب بسيط كتير سيدات اشتغلوا وانا كنت ادعمهم واقول لهم يلا والله في سيدات الشغل بتاعهم يعني على قد بالمصري كده بس الحمد لله دلوقتي فاتوني عدوني بسم الله ما شاء الله الإرادة والتصميم طبعا عايزين يبقوا حاجه بعد كده في من سندهم ما استنوش حد يقول لهم لا اقعدي مش لا يلا وتمام زي ما انت عملتي معايا قبل حلو واطلعي واعملي. فانا بنصح اي ست تبدع تنمي اي شيء فيها تبعد على الحاجات الحاجات السلبيه بقى اللي هنقعد ندور يعني ده قال ودي قالت وده عاد وده مش عارف ونخش في مشاكل وحاجات لا بلاش دلوقتي ما شاء الله احنا في زمن التكنولوجيا فانت في التليفون بتجيبي كل ما حاجه خلاص التليفون السوشيال ميديا ما بقتش بدل ما نستغلها في حاجات ثانيه لا نستغلها في دراسه في معلومه صوره اتعلم منها تنمي القدرات والمهارات اللي جواها يعني ممكن تستفيد فيها حاجه منها. ما تعرفها زي ما حصل معايا انا دلوقتي ما فعلا كل واحد ليه يعني في جواه كده موهبه سبحان الله مهاره هو مش عارفها ما فيش سبوت عليها بالظبط ما لازم سبوت عليها لازم يبقى حد يطلع منك الحاجه دي ولازم بالاراده بتاعتك بس انت عشان توصلي يعني انت كمان اللي بتساعد الحد ده ان هو يكتشفها طبعا يعني انت بتطلعي حاجه اول مره ففي حد بيقول لك الله دي حلوه طب ما تعملي كذا طب ما تعملي عشان كذا عشان كده بقول ما يخافوش اي حاجه اعمليها ما تقوليش لا ولو فشلت ولو فشلت تاني اهم حاجه الثقه الثقه ثم الثقه ثم الثقه شفتوا الثقه بالنفس غير الثقه دي يعني طبعا الثقة. بس طبعا الثقه 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 اهم حاجه الثقه بالنفس الثقه بالنفس والواحد يبقى عنده قدره ان هو يقف وقع يقف تاني تاني وتالت ورابع لازم تحقق كل اللي عندك وما تيأس خالص ما يبقاش عندك طاقه سلبيه بالعكس لازم عنده طاقه ايجابيه على طول وابتعد على اي حد سلبي ابتعد على اي حد يضايقني اي حد يديني طاقه سلبيه بالظبط يعني هناخد طاقه سلبيه مش هنقدر نحقق اي حاجه خالص. انا عايزه بقى كم مصطلح ليبي كده واحنا قاعدين يعني يعني مثلا انت اليوم تهبلي زي العسل تهبلي اكيد يعني مش هبلة جميله خالص زي العسل تهبلي يعني تجنني مثلا او انت جنينه انت اللي تهبلي والله انت اللي تهبلي والله انت اللي تهبلي احلاك انا بشكرك جدا انا اللي جدا ومبسوطه بالصدفه الجميله دي وان احنا اتقابلنا بعد فتره كبيره جدا. بشكرك يا استاذه امل انا اللي بشكرك الديليو الاعلاميه والصحفيه والكاتبه الليبيه اللي حققت ذاتها في مصر وفي اي بلد ممكن تحقق ذاتها وده دليل على ان المراه ليها دور في اي مجتمع تتواجد فيه. بشكرك جدا يا استاذه امل نورتينا وشرفتينا على الاستضافه الجميله وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ودايما كده موجودين معانا ومتابعينا. بشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو بشكر رنا معده البرنامج وبشكر مخرجنا الجميل تامر عبد المجيد وبشكركم واشوفكم على خير.